قول هل المنافقون هم أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ نعم، قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والدرك الأسفل من النار هو أسفل طبقاتها وأسوأ منازلها، عاذنا الله تعالى وإياكم منها. ولكن هذا في النفاق الاعتقادي، وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. يعني الذي مثلا يصبح لوحده لا يصلي، هذا هو المنافق الاعتقادي الذي يبطن الكفر، سواء في صلاة أو في غيره يبطن الكفر، بمعنى أنه ليس في قلبه إيمان، إنما يظهر الإيمان لأجل إدراك مصالح معاش. نعم.